السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قبل ما اتكلم عن الفيديو وقبل ما اتكلم عن اي حاجة، انا عايز بس حد يقول لي كلمة واحدة بس، انهي عقل وانهي دين يخلي مبرر لعائشة عطية تعمل اللي هي عملته ده؟ نفسي افهم بجد ليه هي عملت كده، ولا ليه توصلت تفكيرها ان هي تعمل كده. وطبعا انا بقول رسالة للناس كلها، لسه الدعم مفتوح، واللي عايز يعمل القناة بتاعته اشتراك يسيب لي في التعليق ان انا اعمل له اشتراك وانا هعمل له اشتراك. بس القضية الكبيرة بتاعت عائشة محمد، إلا لو كنا عشت في عصر مش عصري، يعني قبل مغيد لا فيسبوك لا انستغرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة صاحب بركات. النهاردة هنتكلم على عائشة عطية. أنا صراحة عائشة عطية ما نحبكش. عائشة عطية ثقيلة دم. قضية عائشة عطية قضية غريبة ومريبة قوي. الموضوع أغرب من الخيال، حصلت في مصر هنا بس ما كانش الموضوع زي ما احنا هنشوفه دلوقتي مع بعض. دلوقتي عائشة عطية، عائشة عطية دخلت في علاقة غير شرعية مع حد بتحبه وحبته، فحبوا بعض وعملوا علاقة مع بعض. ناتج عن العلاقة دي حمل وأربعة أشهر، يعني هي حامل بقالها أربعة أشهر وكانت مخبية عن المجتمع كله إن هي حامل. ليه كانت مخبية عن المجتمع؟ الموضوع ده كان غريب. أنت حملتي وعملتي الغلط وربنا ستر الحمد لله. بنصحح الغلط بغلط، لا مش عارفين بصراحه. بس هي دلوقتي المشكله بقى، عائشه عطيه بتطلع للمجتمع كله وبتتحداه وبتقول انا حامل في 14 اشهر وابني ده هيكمل معايا بدون اب. ازاي؟ انهي منطق وانهي عقل وانهي دين وانهي قانون يصرح لده؟ في بلدنا البلد الشرقي او في بلدك بلد شرقيه او في الاديان بتاعتنا او في الحق او في الطبيعه، ان كل ابن ليه اب. ازاي انت هتاخديه كده وبتقول لك انا هيبقى ليه اسمه ابوه خلاص بس ملوش حقوق عندي واهلي قلبين عليا؟ طب طبيعي ان اهلك يقلبوا عليك والمجتمع يقلب عليكي والناس كلها تقلب عليكي. انت حسبتيها ازاي اساسا؟ حسبتيها ازاي ان انت تحملي وتسيبي العيل في بطنك بدون اب؟
انت دخلت في علاقة، علاقة دخلت في الغلط، ما بلاش بلاش من الموضوع. ليه بنوصل للمستوى ده؟ ليه احنا كستات بنخلي نفسنا نوصل للمستوى ده، او نخلي عينا شبهة زي اللي حصل ده؟ انت فتحتي مجال لناس تتكلم كتير، ممكن تيجي تبص على الفن وتقول الفن ادي الفن والفنانين. لا، هو ده حاجة اسمها العولمة. لا، هي دي مش العولمة، هو في مفهوم خاطئ عند البشرية كلها، مفهوم غلط عند البشر كله، ان الحرية مش حرية. مش كده، عمر ما كانت الحرية ان انا اطلطح في الدين او ان انا اعترض على حاجات صح. لا، دي مش الحرية. الحرية ان انت تعمل الصح بدون ان تضر اي حد، دي الحرية. الحرية ان انا اعيش حياتي كويس، حياة كريمة، لكن مش اغلط غلطة واكمل مع عين مش ابو ازاها تعيشي معي. ازاي الطفل ده لما يكبر في يوم من الايام يقول انا ابويا فين؟ طب هتقول له جبتك ازاي؟ ده انت عملت له فضيحه بما حصلتش قبل كده. عملت لابنك فضيحه ما حصلتش قبل كده، او بنتك 4 اشهر، 4 اشهر وانت ساكته. طب ازاي؟ ازاي انت 4 اشهر سكتي لحد ما جايه ده تقولي للمجتمع انا حامل؟ ما كنت خليكي ساكته وتسكتي احسن، خليكي على جنب وقعدي انت حامل لحد ما اختفي، سافري حته من غير ما نعرف عنك حاجه. يمكن ما تطلعيش بالبجاحه دي وتطلعي تقول انا حامل في 4 اشهر. ازاي عقلك ازاي صور لك ان انت تقولي كده والناس تتقبل ده؟ ومين يتقبل ده؟ انا عايز اعرف حد مين يتقبل ده؟ مين يتقبل ان واحده تكون حامل من واحد مش جوزها؟ انهي عقل وانهي دين وانهي تفكير يفكر يخلي حد يعمل كده؟ رساله للستات، ايه اللي هي بتعمله ده؟ انا عايز حد من الستات يطلع يقول ايه اللي انت عملتيه ده. انا عايز حد من الستات يطلع يقول ده صح ولا غلط. انا عايز المشايخ تطلع تقول ده صح ولا غلط. ده رساله موجهه للناس كلها. هل الموضوع ده صح؟ هل احنا وصلنا للطريق المسدود؟ هل ده الطريق المسدود بتاعنا اللي احنا نوصل له؟ هل فعلا خلاص احنا وصلنا للطريق المسدود لدرجه ان هي توصل اللي هي بتعمله ده والبجاحه في الواقع؟ هل ده وصل يعني ان هي تبقى بجحه للدرجه دي؟ تبقى بجحه لدرجه انها تطلع للمجتمع وتقول انا حامل ومحدش يقدر عليا؟ يعني ايه؟ ما هو ده كلامك، انت بتقول انا حامل ومحدش يقدر عليا، انا حامل وهكمل، انا حامل وهعيش الواد. طب ازاي؟ انهي منطق وانهي عقل يقول ده؟ ازاي انت تطلعي تقولي للمجتمع ان انا هكمل مع طفل؟ ازاي ده هتكملي معاه ازاي؟ ولا انت اساسا حملتي بيه ازاي؟ هو حله بسيط خالص وموضوعه سهل. هاتي الراجل اللي انت غلطتي معاه ده وتجوزيه جواز شرعي ونبقى خلصنا من الموضوع. لكن ما تطلعيش تقولي انا حامل وخلاص. لا، حصلت في المجتمع بتاعنا ما بين احمد عز وزينه، ولحد دلوقتي احنا مش عارفين هل هم اولاده ولا مش اولاده. واحمد عز ما دفعش جنيه في القضيه لانه بيقول ان هو مش اولاده. دول النجوم المصريه قالت جوزي. التونسيه اللي طالعه عايشه دي تقول لك هم انا حامل واخدها بالحب، يعني دخلت في علاقه بحب والحب نتج عن بيبي والبيبي سايباه في بطنها وعادي بالنسبه لها، وطالعه تقول للمجتمع انا هكمل وانا هعيش. طب ازاي؟ انهي عقل وانهي منطق يقول ان انت ده صح؟ انا مش شايف ان ده صح ولا انت ممكن تعملي ده وتكملي فيه. لا، في حد شايف ان هي ممكن تبقى عامله صح؟ لا، اكيد لا. دلوقتي ازاي بتفكيرك وبعقلك وصل لك ان انت تمشي في الطريق ده؟ احنا عايزين نفهم انت يعني اشرحي لنا انت كنت عايشه ازاي؟ اشرحي لنا ازاي انت عشتي مع الراجل ده ان هو مش جوزك ولا تقبلي اي حاجه وعشتوا مع بعض في زنا؟ بمعنى صح يعني الموضوع البسيط خالص اللي وصلتها للناس او ابسط من كده، زنا. انت توصلتي ان انت وصلت لحاله زنا فاحش. طب وليه؟ ليه وهتكملي ازاي في المجتمع؟ انا مش فاهم. طب انت ازاي عايزه تعيشي بالحياه دي؟ هل ده مفهوم غلط عند الناس كلها، ولا في حاجه غلط بتحصل في المجتمع، ولا في حاجه غلط بتحصل في الاساس؟ هل ده سوء تربيه؟ اكيد طبعا، لان انت اهلك ما عرفوش يربوك ان انت توصلي للمرحله دي، ان انت تعيشي حياه غير ادميه. دي حياه انا ما اعتبرهاش ان هي حياه اساسا. انت عايشه مع واحد وحبيتيه وحبك وبعد كده دخلت في علاقه ومبسوطه ومكمله. طب ازاي حسبتيها؟ طب حسبتوها ازاي وانتم مع بعض في الغلط في الحرام، وكمان حملت منه فرحانه بالعيل وتتحدي المجتمع وتقول انا موجوده؟ لا، انا بصراحه الموضوع غريب قوي ومستغربه. وفين جمعيات حقوق المراه بقى من الموضوع ده دلوقتي؟ فين جمعيات حقوق المراه ان انتوا سايبين واحده زي دي كده؟ ده حقها يعني؟ هل حقوق المراه تضل ان هي ست تعمل كده؟
ولا العولمة ولا الليبرالية ولا العلمانية ولا أنهي قانون ولا أنهي حاجة سياسية، أنهي شيء يدل على إن هي اللي فيها بتعمله ده صح. الموضوع غريب قوي وفظيع وممكن يخلي ناس كتير تعمل غلط كمبرر لواحدة زي دي. أنت فاكرة نفسك فين؟ فاكرة نفسك في أوروبا؟ أنت في دولة عربية ودولة شرقية ويعني دولة مسلمة المفروض، فأنت إزاي بتعملي أنت بتعملي ده؟ الموضوع غريب غريب ومريب. فدي رسالة مني ليكي، خلي بالك من اللي انت بتعمليه ده، اكيد اللي انت بتعمليه ده غلط. فكري شوية ودبري المواضيع واحدة واحدة كده واحسبيها مع نفسك وقولي مع نفسك وحل الموضوع بسيط زي ما هنقول وهقول لكم بالاخر ايه الحل. الاخر الموضوع لازم يتحل بالجواز. خدي الراجل اللي انت عملت معاها الغلط ده واتجوزيه عشان تعيشوا حياة كريمة، لكن ما ينفعش اللي انت بتعمليه ده. مش مبرر ان انت تعيشي تطلعي ببجاحه ووقاحه تطلعي تقولي للمجتمع انا حامل وهكمل. طب ازاي وانا حامل من غير وتحكي لنا القصه بتاعتها هي والراجل اللي هي غلطت معاه ان هي حبته بس هو ما قدرش يعيش ايه ده؟ ازاي ده؟ ازاي ده انهي عقل وانهي منطق يتقبل ده؟ ازاي انت قبلتيها على نفسك ولا ازاي تقبلتيها ولا ازاي المجتمع هيتقبل ده؟ ما المجتمع مش هيتقبل ده ولا هيستقبل ده ولا هيستحمل ده. انا مش عارف ممكن من المجتمع يتقبل، المجتمع التونسي يتقبل ده، احنا مش هنتقبله. لكن لما تطلعي تتكلمي كده ما انت هتدي فرصه لناس كتير ممكن تعمل زيك ده غلط بس هيعملوه لان هو واحده شايفينه واحده مشهوره ومعروفه عملته. في ناس كتيره بتفكر في الحكايه دي بس دي رساله لكل الناس، غلط. ارجعوا للي انتوا بتعملوه، اللي انتوا ماشيين فيه ده غلط، اللي هي عملته عائشه عطيه ده اكبر غلط، اكبر غلط في تاريخ البشريه مش لسه في تاريخ الاسلام. حق العيل ده يضيع من دنيا ومن اخره. هتروح تجيبي حقه ازاي انت واللي انت بتعمليه ده؟ طب حساب ربنا في الاخر هتتحاسبي عليه ازاي؟ احسبيها ودبري الموضوع صح وفكري فيه صح وما تفكريش تعملي كده تاني. غلط وقعتي فيه هيتسبب وراه كوارث. كوارث من مجال السوشيال ميديا ولا كوارث من الاطفال اللي بيسمع الكلام ده وممكن تفكر فيه وممكن تعمله. ودي قضيه كبيره جدا ولازم ندور عليها ولازم نخلي بالنا. في موضوع الحلقه اللي انا اتكلمت عليها قبل كده هسيب لكم في الديسكريبشن وهسيب لكم في الوصف وهسيب لكم في البطاقه عن الست اللي هي حملت مع جوز امها. عرفتوا بقى ان الموضوع غريب شويه وفظيع وبيتراكم وبيزيد. لا، خلي الناس تمشي على الطريق الصحيح وكفايه فحشاء ومنكر من اللي حصل. وشكرا لكم وكان معكم صغير البركات. وتنسوش الاشتراك واللايك والتعليقات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وشكرا لكم وكان معكم صغير البركات. وتنسوش اللايك والاشتراك والتعليقات.